بسم الله الرحمن الرحيم. وجد العلماء أن تداخل الليل والنهار عملية معقدة جدا، ولذلك يستخدمون الكمبيوتر لدراسة هذه العملية العجيبة. ولكنهم وجدوا أن الليل يدخل في النهار وأن النهار يدخل في الليل، وهذه العملية تحدث على مدار 24 ساعة بدون توقف. لقد وصف القرآن ذلك بقوله تعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. والسؤال: من كان يعلم منذ 14 قرنا أن الليل والنهار في حالة تداخل مستمر، وأن هذه العملية آية من آيات الله تستحق التفكر؟